علمه القرآن عشان خاطر نرفع خيمة الأزهر ونلغي خيمة الأزهر. النهاردة احنا في خيمة مين؟ خيمة الأزهر. عايزين نرفع خيمة الأزهر وفضلت الإمام يكون إمام المسلمين مش إمام الجماعة بتقول إن أسفقناكم وما انتوا عارفينهم. النهاردة كل لحظة كل يوم يعمل بوثيقة. طب وانت كنت فين يا صاحب الطريقة؟ وثيقة على مين يا ولد؟ على مين؟ برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشى في الارض يهدي ويسب الماكرين. هنلعب على بعض على فكرة. ما عادش فيها كسوف. ما عادش حاضر. ان يفقد امانينا ان شاء الله. احنا كلنا ايد واحدة وكل حاضر يا حبيبي. كلنا ايد واحدة ورأي واحد وعلى قلب رجل واحد ويعرفوا الآتي. اسمعوا الكلمة دي. انا قاعد في قعر الريف وسمعي سماع حريف. اسمعني في الجمله. انا قاعد في قعر الريف وسمعي سماع حريف. اصحى انت وهو. اقسم بذي الجلال والكبير المتعال ان الطفل في التحرير كانه جبل كبير. اقسم بالله ان هيبه الطفل في التحرير هتكون زي سيدنا الشيخ. هقول لكم فاكرين السيده هاجر لما قعدت هي والطفل اسماعيل في ارض حرم ولم يكن هناك حرم وانفجرت الماء من تحت كعب سيدنا اسماعيل. قبيله جرهم كلها قبيله وواحده مسكينه وعليله. الجوع كان قد اكلها وصغير لا يستطيع ان يحمي نفسه. قبيله جرهم بالكامل خافت من السيده هاجر. خافت من مين؟ من السيده هاجر. وطلبوا يستأذنوها عشان يكونوا جارها في الحرم. انتوا عارفين ليه؟ لان سيدنا ابراهيم لما سابها في الحرم وادها شويه بلح وشويه ميه تقول له لما خدعنا ها هنا؟ اهل من رحمه الله بك ان تدعنا ها هنا؟ خدعني وصغيري في هذا الحرم. وسيدنا ابراهيم وصف الرحمن فقال حليم اواه منيب. فسيدنا ابراهيم مش عارف يتكلم وجاء في البوق بيصرخ من حاله ابنه صغيره وزوجته الصغيره المسكينه بنت مصر في مكان يخاف منه الديم ويهرب الحبيب من الحبيب. فقالت له صارخه يا من تدعي انك رسول الله وتدعي ان الله يحبك وخير الله امرك بهذا؟ فأومأ نعم شاور هز دماغه. فقالت كلمه فلتقولها نساء مصر وابناء مصر في هذا المكان. قالت كلمه دوت التاريخ إذن لا يضيعنا. فلنقولها جميعا إذن لا يضيعنا. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا أيها الشباب يا أيها الرجال يا أيها النساء لا يباع دم الشهداء. لا يباع دم الشهداء. ده الدم بيشترى. ده ربنا بيقول وليتخذ منكم شهداء. فربنا اللي بينجي شهداء. اتبيع دم اخوك اتبيع دم ابوك اتبيع دم بنتك. انتوا عارفين بيع الدم بإسالة الدم حتى يزول من صدورنا الهم. قال الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلا بد من القصاص ثم القصاص ثم القصاص. الله اكبر الله اكبر. سيرتفع شعب الازهر. الله اكبر الله اكبر. سيرتفع شعب الازهر. الله